ألف مليون مبروك مرة تانية وتالتة ورابعة والحد آخر اليوم النهاردة. الحقيقة لازم نبارك لملكات سلة الأهلي، وما ننساش أيضا نبارك لفتيات الذهب طبعا سيدات طايرة الأهلي بعد تأهلهم للفاينل عقب فوزهم على الأنابيب الكيني بثلاث أشواط مقابل شوط. الحقيقة أداء مستحق سواء من فرقة الفولي أو من فرقة كمان الباسكتبول. الحقيقة إحنا سعداء جدا، ليلة أهلوية خالصة، فرحتونا، فرحتوا كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، وده اللي قاله كابتن طارق. إحنا عايزين نفرح وعايزين كمان جماهير النادي الأهلي تفرح. دايما لما بنحط في ذهننا ودايما لما بنحط ان احنا قدامنا عارفين ان الجماهير دي مستنية ان احنا نفرحهم، ده اللي بيحصل، دي النتيجة اللي بتحصل في ارض الملعب. تفاصيل كتير قوي حصلت في مباراة اليوم تحديدا امام سبورتينج في نهائي الكأس. الحقيقة كانت مباراة عصيبة جدا، مباراة يعني بها الكثير من التفاصيل اللي هنتكلم فيها اكيد، ولكن قدرنا ان احنا بروح الفانيلا الحمراء ملكات السله يحسموا هذه المباراه لصالحهم. الف مليون مبروك يا كابتن طاهر. الف مليون مبروك لنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته والنشاط الرياضي واللاعبات الابطال وجهازهم الفني القدير اللي قدر يوصلنا رغم ان هو الماتش نزل وطلع طبعا واتغير. وده يعني انا يعني مبسوط جدا ان احنا عملنا كامباك مره واثنين وثلاثه، وحتى في الاكسترا تايم قدرنا نتفوق الحمد لله. ويعني البنات صراحه عملوا مجهود غير عادي، دي حقيقه، يعني مجهود فعلا، وبحييهم كلهم وكل اللي شارك وكل حتى اللي في على البنج وكان روحه عالية. وبحيي طبعا الجهاز الكابتن طارق خيري وكابتن كريم وكابتن علياء، بحييهم كلهم وبقول لهم ألف مبروك. والجهاز الطبي والعلاج الطبيعي والإداريين.